السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة من سلسلة وجهة نظر مع موضوع خاص بممارسة فن الكاراتي، وهو كيتعد من الأساسيات ديالو اللي كنعرفوا دائما أن عندنا الكيهون، عندنا الكاتا، عندنا الكوميتي. وزيادة على هذا الموضوع عنده علاقة مباشرة مع الكاتا اللي هو البونكاي، حيث كنسمعوا بونكاي، يعني هو بمثابة يعني تقريبا يعني الشرح السائد، أكثر كنقولوا شرح ديال التقنيات أو يعني الوحدات اللي خاصة بالكاتا. إذا بالنسبة للبونكاي يعني كيتعد هو يعني شرح أو تبسيط لمعنى يعني التقنيات بهذا المفهوم هذا. وكاين يعني هذا المجال هذا هو يعني بالنسبة للمعنى ديالو كاين عدة شروحات. يعني انا شخصيا تقريبا بهذا المفهوم هذا تقريبا كنحاول نتقاسم معكم هاد البحث يعني الخاص في هذا المجال هذا ديال البونكاي. اذا بالنسبه يعني البونكاي اللي خصنا نعرفوا انه انواع، ماشي نوع واحد. ملي تنقولوا بونكاي راه انواع، حيت الانواع فاش يعني هاد الانواع يعني في طريقه التعامل في بهذا البونكاي وطريقه عرض ديالو او شرحه. اذا عندنا الجزء يعني الاول كانت كيتسمى اوموتي والاورا والهونتو، هادو ثلاثه ديال الحالات اللي فيها البونكاي يعني نقدروا نشرحوه بهذه الطرق. هذه الطريقة يعني ثلاث طرق يعني فيها اختلاف يعني في طريقة الشرح. يعني بالنسبة للطبيعة المعقدة للتاريخ يعني ديال الكاراتي، الطبيعة المعقدة ليه، وبالنسبة للمعنى الأصلي للعديد من التقنيات ديال الكاتا مثلا في مدة زمان يعني، وأن يعني الكثير يعني ببساطة الكثير من الشروحات يعني تقريبا كتعد كخفايا، يعني ما وصلتناش يعني الشروحات ديال الجميع تقريبا لكاتا كما هي. إذا ولكن حنا بالنسبه لنا ما خصناش نبقاو يعني مربعين يدينا. اذا حنا هذا هو المجال اللي كيبقى لنا مفتوح باش يعني نجتهدوا ونحاولوا نستخرجوا هذيك الخبايا اللي كاينه في الكاتا. اذا هذا هو يعني باش كاينين هاد الثلاثه ديال الانواع. يعني عندنا النوع الاول نقدروا نبداو به يعني في الاستخراج يعني البونكاي، عندنا هذاك النوع الاول اللي كيتسمى اوموتي. هذا النوع الاول يعني هو خاصه اللي كنلقاوه يعني شرح البسيط، يعني داكشي اللي كاين في الكاتا تقريبا هو اللي كيتطبق. وهذا النوع هذا تقريبا كنعتمدوا عليه في الوقت فاش كنبغيو نعلمو الكاتا يعني الممارسين، كنحاول نمشيو بهاد الشرح يعني السطحي ديال الحركات، ما كنحاولوش نتعمقوا وانما كنمشيو بالشرح السطحي كما هو منزل في الكاتا. اذا هذا النوع الاول اذا كنتعاملوا به بهذه الطريقه، انه دائما كاداه تعليميه مبسطه يعني مخصصه خاصه للممارسين اللي اول مره تيخدموا واحد الكاتا، كنعتمدوا عليه في هذا البونكاي في هذه الحاله هذه. كما ذكرت ان بالنسبه للممارس كما كان السن ديالو كنعتمدوا عليه
حتى بالنسبة ل يعني الامتحانات مثلا ديال الأحزمة، إذا تطلب مني مثلا البونكاي ديال واحد كذا، نقدر على حسب المستوى، يعني المستوى مثلا بخومي دان حزام أسود درجة أولى أو ثانية، يقدر يمشي بهذا المفهوم، يعني المعنى السطحي نقدر نمشي به، لا بأس به. حتى بالنسبة للتقييم زعما كيتاخذ بعين الاعتبار، يعني ما ماشي بالضرورة يعني يمشي الإنسان، ولكن هذا ما كيعنيش أن الطرق الأخرى تقدر يطبقها حتى هذا حزام أسود درجة أولى مثلا أو ثانية. إذا ولكن غير اللي هو تقريبا ماشي ضروري مثلا باش يطبق الطرق الأخرى، ماشي ضروري، ولكن يقدر يمشي غير بهذا المفهوم الأول اللي هو أوموتي، داكوغ، هذا الأوموتي بونكاي، داكوغ، هذا المعنى الأول. إذا هذا هو تقريبا شرح مبسط تقريبا لهذا النوع الأول وطرق استعماله. وإذا كنقدر نعطي حتى مثال مثلا بالنسبة لهذا الشرح المبسط، كنقدروا نلقاو فيه يعني واحد شي امور، يعني مثلا بالنسبه للتنقل، بالنسبه للكذا، في البدايه كنزيد القدام مثلا كيدا باغي، مثلا اي شوطه نجد كيدا باغي او تسوكي القدام. بالنسبه للشرح السطحي غادي نضطر انني نشرح لهذاك المرافق ديالي انني غادي ندير كيدا باغي للقدام، وهو خصو يدير الهجوم ديالو ويرجع به باللور، يعني كتبان شويه ماشي معقوله، ولكن هذا هو الفهم، يعني الشرح السطحي هو هذا، كنمشي بشي امور كتبان حتى مستحيله ولا تقريبا سميتو. اذا هنا ما كندخلش داك الاجتهاد نتاع ان راه هجوم خص الدفاع خصني نرجع، ولكن كنمشي على داك الشيء كما هو في الكتا، يعني كندير كيدان بري القدام هو يرجع اللور، غادي يدير ويتسوكي كيدان، وكنمشي عندو عاوتاني وكيرجع اللور كنضرب ليه ويتسوكي شودان. هنا هذا هو الفهم، هذا هو المفهوم السطحي مثلا بحال هذا الشكل، هذا هو الشرح السطحي ديال هاد البونكاي، هذا تقريبا بهاد البونكاي هذا. اذا هذا هو النوع الاول. عندنا ثاني نمر المفهوم الثاني، المفهوم الثاني او الطريقه الثانيه هي يعني الأورا، كنسميوه أورا، سي أورا بانكي، يعني طريقة كتسمى أورا. هاد الطريقة هادي ديال البونكي اللي حيت كنسمعو أورا من طبيعة الحال حرفيا في المعنى الياباني بحال قلنا خلفي خلف، يعني أورا تقريبا بحال هاد الشكل، هذا تقريبا شرح. اذا بالنسبه لهذا المفهوم هذا كاينين فيه امور يعني مخفيه، يعني الكتا في الداخل ديالها كاينه امور مخفيه. مثلا اذا كاين امور اللي كتبان ليا دفاعي، هو الدفاع، ولكن هو في نفس الوقت، هنا في نفس الوقت صراحه الداخل ديالي عاود كنرجعو هجوم، وقدر الحركه الهجوميه كنرجعها دفاعيه. ونقدر كاين بلايص اللي كيبانوا ليا غير دفاع، ولكن هما فيهم تقريبا شد، يعني القبض كنقبض يعني الخصم فيها. اذا هادو امور اخرى، هنا هذا البونكاي سي بونكاي، وهادو الامور المخفيه. اذا كنتعامل مع بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل في الشرح ديالي، مثلا عوض كنقول الى ذاك المرافق ديالي يضرب يهجم بويتسوكي مثلا، كنقول له عوض الهجوم كيشد، وفي ذاك الشد مثلا انا عاوتاني كندير واحد الحركه ديال 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 القبض، يعني اون كلي، ومن بعد كندير اون كلي عاد كندير الهجوم ديالي. اذا بهذه الطرق هذه بحال هذا الشكل، هذا كتبان لي طريقه ديال الوسط ديال مثلا ديال كيدان باغي، الحركة اللي مشات تستعد أنا كنشد بها وكنحيد بها مثلا واحد القبض على مستوى اليد هنا، وكنحيدها وكنشدها وكنصدق ضرب بالحركة الدفاعية. هذيك الحركة يعني الوسط
هي اللي كتصدق حركة هجومية، وهاد الحركة اللي مشات تجيب باش دير الدفاع كترجع حيدت بها الحركة اللي شداني، وكنتسنى من بعد فاش كنضرب بحركة اللي هي وسط كنصدق عاوتاني ضارب ديك الكيدان باري، رجعت تيتسوي تقريبا كيدان تيتسوي، ما بقاتش تقريبا حركة دفاعية، رجعت حركة هجومية. نقدر عاوتاني الحركة الوسطية كندير بها دفاع، الحركة الوسطية كنخرج بها الحركة مثلا في شطوكي، كنخرج بها الحركة الهجومية، والحركة اللي هي وسط كترجع تاتينيكيتي حركة هجومية. إذن هذا هو تقريبا كمثال للأورابونكاي. إذن هذا هو الأورابونكاي، وهذه هي الخفايا أو الخبايا يعني المخبية اللي كنحاول نخرجها بهذه الطريقة في الكاتا. إذن الكاتا كترجع عندها يعني واحد أمور أخرى، يعني ما بقاتش سطحية كما هي مرئية في الكاتا، يعني ذاك التقنية الدفاعية دفاع هجوم أو يعني ما كيبقاش بهذاك المفهوم السطحي غير شفت صافي، كتجيني لا سوليسيون، كتجيني الإجابة بسرعة، ولكن في أورا لا، خصني نخمم مزيان ونشوف الخبايا ديالها، وخاص يعني نعرف يعني هاد الخبايا هادي تقريبا على مستويات مثلا حزام أسود درجة ثالثة مثلا في الامتحانات أو رابعة أو خامسة وما فوق، يعني هاد يعتمد كثيرا هاد البونكي، هذا ما خصوش يكون سطحي، يعني تيكون سطحي يعني هذاك كمبتدئ، نقدروا نقولوا كمبتدئ، ولكن بالنسبه لواحد اللي كيكون عنده واحد سنين تقريبا ديال الممارسه خصو البحث ديالو يحاول يوصل لهاد الامور هذه مثلا اللي هي مخفيه، اللي كما قلنا في الاول حنا دابا كما وصلنا هاد الامور ما وصلتناش تقريبا مشروحه كامله. اذا حنا كنبذلوا جهد المجهود، والحمد لله دابا خبراء يعني لا وطنيين ولا دوليين يعني عندهم جهودات في هذا المجال هذا، والحمد لله حتى الاساتذه مثلا كل استاذ على حسب الرؤيه ديالو، وكل واحد كيكون عنده رؤيه، ما كايناش رؤيه وحده. اذا في هذا المجال ديال البونكاي فهو مجال مفتوح والاجتهادات، وكل واحد غير تكون الامور الا اجتهدت فيها خصها تكون معقوله، هذا هو الاساس. اذا ما كاينش كما يقول ان بونكاي واحد، مادام كاينين عقول مختلفة حتى البونكي غادي يكون مختلف 100%، يعني كل واحد والبحث ديالو في هذا المجال هذا. اذا عندنا اخر واحد اللي هو هونتو، الهونتو بونكي تقريبا هذا واحد البونكي الحقيقي كيتستعمل تقريبا في الدفاع على النفس، يعني مثلا في الشارع ولا سميتو يعني دفاع واقعي، يعني كيكون فيه دفاع واقعي، وكيكون هذا البونكاي وهذا الشرح واقعي، يعني حتى يعني الطرق ديال الاستعمال ديالو يعني كتكون شويه كتكون خطيره على الشخص المهاجم مثلا. علاش؟ لان بحكم يعني الحقيقه ديالها انها امور يعني ممكن تستعمل فيها يعني الامور اللي هي او تقنيات اللي هي ممنوعه بالنسبه ل يعني المباراه مثلا الرياضيه اللي كتكون فيها حكام وكيكون فيها كذا، وكيكونوا تقنيات اللي ما كيتستعملوش في هذيك المباراه. بالنسبه لهاد الحاله ديال هاد البونكاي الاخير المستعمل اللي غادي تستعملوا فيه هاد التقنيات هادو، ممكن يستعملوا تقنيات اللي ما كيتستعملوش عاده كما قلت في المباراه الرياضيه لهدف الدفاع عن النفس. وهاد الاخير يعني ينصح ان الاستعمال ديالو يعني يكون بحذر، يعني لان خطير جدا
نقدر فيه بالنسبة للالتواء مثلا على مستوى المفاصل، بالنسبة لدوك لي كلي مثلا، ولا يعني على مستوى الرقبة أو على مستوى الحركات أو الهجومات اللي كيستعملوا فيه مثلا، بحال هذا المرفق مثلا اللي صعب يعني حتى غير يقيس، حتى التحكم فيه صعب، التحكم فيه صعب. وكاين بالنسبة للمناطق اللي كتكون فيها يعني الهجومات أكثرية كتكون على مستوى المفاصل مثلا، مفاصل الركبة أو مفاصل يعني اليدين أو يعني هاد البونكاي الأخير هو صعب جدا وخطير. يعني خص الإنسان اللي غيستعمله يكون متمكن، يعني يكون الناس مستوى عالي، يكون مستوى عالي مثلا ابتداء من حزام الأسود الدرجة الخامسة وما فوق، لأنه لخطورته يعني حتى بالنسبة للممارسة أو التدريب عليه داخل القاعة. يعني كيخص يكونوا ناس يعني راشدين، وناس يعني اللي متمكنين ومتقدمين في الحزام. إذا هكذا نتمنى نكون يعني شرحت بطريقة مبسطة يعني أنواع هذه الأنواع الثلاث من البونكاي وطريقة التعامل معها. وما ننساش يعني نحاول نذكرهم بعجالة هاد الطرق الثلاث اللي هما أوموتي وأورا وهونتو. هادو الثلاث أنواع اللي كاينين في البونكاي، اللي مطالب بهم بالنسبة للأولى هذوك المستويات المبتدئة، يعني مثلا حزام أسود درجة أولى اللي مطلوب منه مثلا. دابا قدر يكون حتى الحزام البني مثلا أو الحزام الأزرق، هاد المستويات ابتداء اللي يقدروا يخدموا هاد لي بونكاي. هادو البونكاي رقم واحد، النوع الأول، النوع الثاني والنوع الثالث، يعني الوسطي شوية على حسب مستويات، درجة ثالثة رابعة، ولكن الأخير خصو يكون على مستوى عالي، المستوى مثلا حزام أسود درجة خامسة وما فوق الدرجات العليا. إذا حتى الطريقة ديال التعامل مع لي بونكاي، ما ننساش أن الدور ديال المرافق دور مهم جدا. هذا المرافق هذا خصني فاش نبغي نخدم معاه، ده اللي اهم اكثر واللي اكثر من البونكاي واللي اكثر من سميتو، وهو ان الطريقه ديال تعاملي مع هذاك المرافق، وطريقه يعني شرح ليه اشنو خصو يدير هو تجاهي انا باش البونكاي ديالي كينجح. اذا داك التواصل ما بيني انا وما بين الشخص المهاجم او الشخص المرافق ديالي المساعد اللي غادي يساعدني في هذا البونكاي مهم جدا. الا ما كانش هذاك الشخص فاهم شنو غادي ندير ليه، يعني اش غادي يدير هو بعدا اصلا، عاد اش غندير ليه انا، الا ما كانش فاهم يمكن يوقع خطير 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 بالنسبه لي، يعني عليه هو اكثر، يعني غادي تكون عندي واحد النسبه ديال الخطوره بالنسبه ليه هو. يعني في الوقت فاش كندير مثلا واحد الحركه، يعني اللي كندير اون ليكساسيون في هذا الاتجاه هذا، وكنحاول ندير ليه اسقاط، خصو يعرف يعني اسقاط بامان. اذا هنا كتجلى يعني الـ يعني الـ الاهميه ديال شرح ما اريده يعني من هاد من هاد من هاد المساعد هذا، باش كيدوز كل شيء في امان، انا كنجح في البنكي ديالي، وكيكون حتى بالنسبه للشخص اللي المرافق كيكون عنده يعني بامن وامان. يعني وما ننساش بان حتى في القواعد ديال الامتحانات، بان هذاك الا ضريت هذاك الشخص اللي معايا راه النقطه، او ما كنكونش انني يعني توفقت في هذاك البنكي، زياده على ان راه عندي الحظ انني نمشي بشويه، نشرح الحركه بشويه، ومن بعد عاد كنديرها بسرعه. ونتمنى بهاد الشرح هذا ديال هاد البونكاي يعني المختصر، نكون يعني ان شاء الله تقسمت معكم شي حاجه مفيده في هذا المجال هذا، لان كنعرف بحكم التجربه ان الكثير ديال الاخوان يعني اللي خاصه يتقدموا للامتحانات، يعني كيكون عندهم إشكالية في هذا المجال هذا ديال البونكاي.
اذا نتمنى ان شاء الله بهذا الموضوع هذا اللي قدمت في هذا في هذا في هذه الحلقة هذه يكون مفيد لهم جدا وللجميع ولي انا اولهم، يعني انا اولهم حتى فاش كان يعني نفيزي ندير واحد الموضوع وكنحاول يعني نركز عليه ونبحث فيه، راه المستفيد الاول هو بطبيعة الحال كنكون حتى انا، لان انا كنعد راسي دائما ممارس وكنعد راسي دائما باقي كنتعلم وكنست يعني وكنحاول نستفد، والاستمراريه دائما الاستمراريه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.